خلينا ننقل بقى عن تجربة تانية وهي ولاد رزق 2. الفيلم ده هو والفيل الأزرق تقريبا في نفس السيزن عملوا حاجز إيرادات ما كناش نتخيله. بدأنا نخش في أرقام خيالية بالنسبة لنا. رقم أو الأرقام بتاعت الإيرادات لما توصل إن هي تكسر الحاجز ده وتبقى حاجة طفرة عندنا، دي كانت بتمثل لك إيه؟ نجاح. هو أنت بتعملي فيلم عشان تخلي أكبر عدد من الناس تتفرج عليه، أكيد يعني مش نجاح مادي خالص. يعني يمكن الممثل ملوش دعوه بالارقام اللي بيجيبها الفيلم كفيلم، انما بس بتفرق في ليه، هو بتفرق ليا في ان انا فيلمي اتشاف. ما انت في الاخر انت عايز فيلمي بدل ما يشوفوا 10 يشوفوا 1000، هي دي متعه في الموضوع، ان فيلمك اتشاف اكتر، وصل على سكيل ابعد. ده احلى حاجه في الموضوع. طبعا ارقام حلوه جدا، مسؤوليه كبيره قوي قوي، لان انت يعني مثلا فيلم تخطى ال 100 مليون، فانت دلوقتي لو جبت 80 مليون هيقول لك انت فشلت، مع ان ده رقم برضه ستيل قوي. يا نهار ابيض، احنا بالظبط لما كنا بنعدي مثلا ال 14 مليون ما كناش نعرف نمشي في الشارع. بالظبط. الحمد لله. ولاد رزق 2 من الافلام ان لما السينمات هترجع ب 25% هيرجع يتعرض تاني. يعني دي برضو ما كانتش متوقعه ان الفيلم، شوف احنا بقالنا وقت قد ايه من الصيف اللي فات تقريبا، بس سنه. طبعا، بس هو طبعا دي معموله عشان الحقيقه اصحاب السينمات عندهم حق، واصحاب والمنتجين عندهم حق. انت بتحاول تملى اي حاجه بس لحد لما تشوف الرجل ترجع السينما ازاي. بس انا اتمنى ان يحصل افلام جديده تنزل، وان نسبه ال 25% دي تزيد تبقى 50% مع الاحتفاظ بكل الحاجات اللي تخلينا مأمنين السينما.